المشاهدون الأكرم، مرحبا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة عاد وإلى أبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهني رئيسة وزراء إيطاليا. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية. المجلس الانتقالي الجنوبي ينظم فعالية تأبينية للكاتب والمؤرخ الجنوبي نجيب يابلي. محافظ حضرموت يناقش سبل تطوير الخدمات العلاجية لمرضى السرطان بمركزي الأورام بالمكلا وسيئون. قيادات سياسية وعسكرية وشعبية تزور لواء برشيد غرب المكلا.